كما وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى السيد زهير كازروني رئيس مجلس إدارة نادي المنامة وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري لكرة القدم ولاعبي الفريق بمناسبة فوز فريق المنامة ببطولة كأس جلالة الملك للموسم الحالي 2016-2017. وأثنى سموه على هذا الإنجاز الرياضي المتميز الذي حققه نادي المنامة في هذه البطولة متمنيا له المزيد من الإنجازات في المحافل الرياضية، مشيدا سموه في برقيته بمستوى التنافس الرياضي الرفيع الذي برز بين الفريقين والذي كان له أبلغ الأثر في نجاح المباراة النهائية والبطولة بشكل عام.